كلام جد يالا؟ زي ما بقول لك كده يا عبطلي، انا شفت بعيني محدش قال لي. الله الله يا سلطان، والله وقعت. مش مكفيك شغل البلطجه كمان بتتاجر في السلاح والمخدرات، ده انت وقعتك سودة كده. اللعب بقى على كبير يا سلطان، وكده انا الاوان ترد الالم الامي اللي هندامي. بس هتجيبها ازاي يا سلطان؟ جيبها ازاي؟ لازم السلاح اللي انضرب بيه يبقى تحت ايدك عشان تلبسه تأبيده. لا، وانا هاخد الفيديو اللي انا صورته اللوت سوابق واطلع بيه على الحكومه تقبض عليهم وتقررهم واحد واحد. سبحان الله، يا سلام، انا لسه كنت جاي لحضراتكم دلوقتي. القلوب عند بعضها سلطان، وعموما احنا مش جايين نضايق، احنا جايين ناخدك ونمشي في هدوء. تاخدني ليه يا باشا؟ محتاجينك معانا. في ايه؟ ان شاء الله خير. ايه فعل خير؟ دلنا على المكان اللي بتشوم فيه المخدرات والسلاح. مخدرات وسلاح؟ حد الله يا باشا، ما بينه وما بين الحاجات دي كلها. كل حاجة هتظهر دلوقتي، هتوه. ماله تظهر، بس في حاجة أنا عايز أقول سيادتك عليها. نعم. إيه اللي جابك؟ جاي تشمت فيا أنت ونسوانك يا هنداوي؟ آه. أمال أخويا جاي أفرح معاك ولا بعشرة الثورة؟ جاي أتبسط، جاي أشمت فيك طبعًا. مش هتلحق تشمت فيا. كل اللي هو عندي شوية سلع تمونية، خدت فيها قضية عبيطة كده اسمها احتكار سلع. امال فين السلاح والمخدرات؟ بعيد عن شنبك، أنا معرفش اللي أنت بتقول عليه ده. كلها كام شهر يا هنداوي وطالع لك تاني، أنغص عليك حياتك. أنا عايز أفهم حاجة واحدة بس، أنت عملت معايا ليه كده؟ عايز تعرف السلطان فعلا؟ يا ريت. ارجع اخويا بدماغك كده ورا وافتكر كويس ايام الجيش. اما كنت انا عسكري وانت كان ربنا مقدرك وكنت شويش وبتعمل فيا ايه؟ فاكر اما كنت زعلني ومركعني وبتكدرني وبتخليني اكنس تحت رجليك يا سلطان؟ فاكر؟ كنت عايز انشفك، كنت عايز اعملك راجل. ده انت طلعت قلبك اسود قوي قوي. يلا خد حريمك وامشي من هنا.